فرناندو. مباراة ممتازة لهذا الأرجنتيني، ولدينا محاولة ترسل أمام، لكن الروماني كيفو، ولدينا جنسيات مختلفة، برازيليين وطليان، كاسانو كبير الطليان الآن، وكرة خطيرة وفرصة جول. ساندوريا يسجل وليس الانتر، والكرة الماضية المرور كان المرور الكبير لكاسانو، المرور الكبير لكاسانو، الكبير كاسانو، ومن الذي سجل؟ يبدو الأرجنتيني، يبدو شبيه فيرون، لكن عمل كبير للكبير الذي تقدم كاسانو، والكرة بعد ذلك لا اللي سجل ما هو تيسوني، لكن العمل الكبير كان وراء الكبير كاسانو. العرضية مثالية والتسديدة مثالية، والمتابعة بعد ذلك في الشباك على مرتين.